ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم الاحد 25 سبتمبر ايلول 2022. بالنسبة لك النهاردة يا عذراء، هتقضي اليوم ده على الارجح بقرب من اسرتك في الفترة دي، او حتى اصدقائك، او حتى شريك حياتك. ممكن تلاقي النهاردة شركاء في الشغل. في حياتك النهاردة هيكون في مقابلات ما بينكم هتبقى فيها سبب لفرحتكم وسعادتكم، هتخليه يومكم ده مختلف بشكل واضح جدا. كل الأشخاص اللي انتوا بتبقوا مبسوطين بشوفهم وهتهتموا بيهم هيكونوا دايما لجانبكم يا عذراء. بالنسبة ليك عاطفيا، هتبقى بتشهد حياتك العاطفية تطور يعتبر ملحوظ جدا، هتلاقي فيه متعة في تعرف لأشخاص جدد في حياتك، كل ده هتربطك معاهم علاقة تعتبر سطحية لكنها مسلية، هتبقى بتنسيك هموم الشغل وهتبقى خارج عن المود اللي بيعتبر ممل. بالنسبة لك مهنيا، هتتعلم من كل أخطاء اللي كانت قديمة، هتجتهد في شغلك أكتر وهتشتغل على كل اللي انت حابب انك توصل ليه، هتستغل في انك تستفيد وتحصل على كتير من الفرص اللي بتبقى متاحة قدامك يا عذراء. بالنسبة لك صحيا، لازم انك توصل لي اليوم ده نصائح لكل الاشخاص المحيطين بيك، خاصة اللي بتبقى متعلقة بانك تمارس الرياضة علشان تعرف تحافظ على لياقتك ورشاقتك. بيواصل القمر عبور برج العذراء لغاية ما يدخل برج الميزان، هيبقى من خلال الوقت ده مناسب علشان نعيد كل التوازن في علاقاتنا ونتعرف على شركاتنا كأعضاء في الفريق ومش كخصوم. بفضل طاقة الميزان القوية هيكون عندنا فرصة علشان نجري تغيرات قيمة جدا في حياتنا، نتعلم منها ازاي نصنع السلام مع كل الأشخاص اللي حوالينا وننشئ إحساس بالنظام والتوازن في حياتنا. السلام والوئام دول الهدف الأساسي لينا، وهيتم إجراء توازن دقيق جدا على طول الطريق. اللي بيتطلب مننا إننا نلتزم ونجتهد هيجيب لينا القمر الجديد طاقة جديدة جدا وخلاقة جدا في حياتنا، خاصة في العلاقات هتبقى فيها دورة بتصبح فيها تحقيق التوازن في العلاقات الوثيقة رغبة ملحة جدا عندنا.